ما هو اصله لازم حلقة نتكلم فيها عن الزمالك والانجاز. ما هو فعلا انجاز ان الزمالك ياخد السوبر الافريقي قدام الفرقة اللي خدت الشامبيونز ليج الافريقي سنتين ورا بعض، بياخدوه بيروحوا كاس العالم للاندية، والزمالك المتخبط محليا بياخد كاس السوبر فين؟ في قطر، اللي ما كانوش اصلا عايزين يروحوا يلعبوا الماتش. دلوقتي مصر كلها فرحانة، وانا كاهلاوي اي نعم لابس توتنهام، لان دي تقريبا اقرب تيشيرت عندي بيضة وفيها الوان يعني قريبة للزمالك، طبعا فرحان وسعيد بالزمالك. وهنتكلم في الحلقة ديت عن السوبر الافريقي. في اهلاويه كتير ما بيتمنوش الفوز للزمالك، زي ما في زملكاويه كتير ما بيتمنوش الفوز للاهلي، لكن في النهايه انا لما بيلعب اهلي قدام اي فرقه خارجيه او زمالك قدام في اي فرقه خارجيه، لازم يا جماعه الناس تشجع اسم مصر. في ناس بتقول لك لا دي كوره ومن حقي، ايوه من حقك، لكن برضو الناس اللي بتشجع برضو من حقها ان هي تسبورت اسم مصر. بصراحه انا النهارده فرحان ان مصر بتاخد بطوله، مش هقول بقى الزمالك بياخد بطوله، لا مصر بتاخد بطوله في قطر قدام الترجي التونسي، وبيبقى بتزود بقى البطولات الافريقيه للزمالك ولجميع الانديه المصريه. وكل ما في حاجه بتحصل في الرياضه المصريه بترفع اسم مصر لفوق، انا معاها قلبا وقالبا. دي البطولة رقم 11 افريقيا بالنسبة للزمالك، والسوبر رقم 4 في تاريخ الزمالك. انا طبعا شفت حوالي 60 او 70 دقيقة من الماتش، ما شفتش الماتش كله، لكن بداية الزمالك اللي كانت اكتر من رائعة في بداية الماتش وجون لاوباما في اول الماتش خلى الزمالك يركب الماتش ويبقى كعبه عالي. اي نعم كان في يعني شوية تخبط شوية من دفاع الزمالك في بداية الماتش، لكن الزمالك كان ماسك نفسه وخلص الشوط الاول كسبان. وزي ما احنا شفنا البينالتي اللي حسب للترجي، وانا شايف ان هو بينالتي صح، في ناس شايفاه يعني في شك في امره، انا شايف ان هو يعني لا بينالتي مظبوط، مفيش اي مشكله فيه، لكن الزمالك قدر يرجع تاني بجونين، وديت النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. انا بصراحه بعد ما الترجي اتعادل قلت خلاص الزمالك هيقع بدنيا والترجي هيفرض سيطرته على الماتش ويخلص الماتش، لكن طبعا عكس كده حصل، وبن شرقي يخش يقتل الماتش بالجون التاني. الناس اللي بتتكلم على بن شرقي ويقول لك هو دوت اللي عمل طفره، يا جماعه بن شرقي اصلا اللي خلص بطوله افريقيا الوداد قدام الاهلي، وهو اللي جاب لهم الفاينل. لعيب تقيل جدا جدا جدا، يمكن يعني الدنيا مش خدناه قوي، لكن لعيب تقيل جدا جدا جدا، وفرجاني بيقتل الماتش خالص في الوقت بدل الضايع. عندي شويه تعقيب على لعيبه الزمالك اللي انا بصراحه مبسوط من ادائهم، وبالذات ابو جبل. ابو جبل حارس الثالث في الزمالك، ولكن فضل صابر وفضل صابر لحد ما ركب، وما اي حد عارف ينزله. ابو جبل بصراحه انا شفته ستايل جون محترم، واقف ماني مركزه، واتمنى اتمنى ان شاء الله ان هو ياخد فرصه اكبر من كده مع الزمالك، ونبعد عن فكره الاسماء، الاكفأ هو اللي يلعب. كارتيرون نجح ان هو يقفل المساحات على الترجي وما يدهمش المساحات اللي هم محتاجينها عشان يعرف يسيطر على الماتش. التغييرات كانت كويسه، والفرقه بشكل عام كان البالانس بتاع الزمالك فيها كويس جدا جدا جدا. هرجع واقول ان اللي عمل فارق للزمالك في الماتش دوت هو الجماهير، والجماهير من ساعه وصول الزمالك لقطر واحنا عمالين نشوف الفيديوهات، وطبعا الجماهير استقبال مفيش احلى من كده للزمالك في المطار والتدريبات والشوارع والمدرجات، سامعين الجماهير، جماهير الزمالك الوفيه، الف 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 مبروك لكل جماهير الزمالك في كل حته، بجد تستحقوا الفرحه وبجد شرفتوا مصر. الزمالك لو فضل مستمر على نفس المستوى ده، وعلى فكره ان هو مثبت التشكيل، وحطوا مليون خط تحت فكره مثبت التشكيل، وبيلعبوا بنفس اللعيبه ديت اتنين تلاته يخشوا من فترات، يعني الفرقه ديت هيكون ليها شكل مختلف، وهتكون بدايه جيل ناري للزمالك ياخد بطولات اكبر واحسن من كده. الزمالك طبعا الفتره الجايه بالنسبه له فتره عصيبه، لان هيلاعب الاهلي في السوبر المصري في ابو ظبي، اللي احنا مطلعين رحله ان شاء الله ليه، فاستنوا فلوج من هناك، وفي مفاجاه ان شاء الله هتبقى في الفلوج دوت. زائد ان شاء الله بعد كده الزمالك هيرجع يلاعب الترجي التونسي ماتشين في القاهره وفي تونس في دوري الابطال الافريقي. طبعا مفيش احلى من كده هديه من الزمالك لجماهيره في عيد الحب، طبعا كل التوفيق للزملكاويه والف الف مبروك. اتمنى لو الحلقه تكون عجبتكم تعملوا لايك للحلقه وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتتابعوا كل حلقاتنا اللي احنا بنقدمها لكم من فلوجات بره مصر وجوه مصر، ومن حلقات عن الدوري الانجليزي مع علي ديوان، والفانتزي مع غزال، والدوري الاسباني بكل تفاصيله مع رائف. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.